The nails out and picking them off. Stanno togliendo I chiodi, lo stanno togliendo dalla croce.
distanza da quello che ho prestato come processione funebre. أيها الإخوة الأحباب، في مثل هذه الساعات الأخيرة من الجمعة الحزينة، تموجت الأرض تموجا مزق الصخور وستار الهيكل، وتخبطت أورشليم في ظلمة الحداد، وعادت الجماهير من الشوارع والجلجلة إلى منازلها خائفة مذعورة لتأكل الحمل الفصحي، والحمل الفصحي الحقيقي مذبوح هناك على الصليب. فلندخل الخلوة والسكوت اللذين أحاطا أخيرا بالمسيح المصلوب، لندخلهما ومريم ويوحنا والنساء القديسات ويوسف ونيقوديموس، ولننظر معهم إلى جثة من أحبوه، بل ولننظر إليهم وهم ينزعون الجثة الممزقة المطحونة من خشبتها، وإلى مريم وهي تقبل الجثة في حضنها. وقبل أن نرافق هذا الموقف الصغير وهو يحمل الجثة إلى القبر، فلنكرم هذه بالصمت المقدس كما نكرم موتانا، وقد أصبح المسيح اليوم ذكرى الموتى. لنسير الآن أيها الإخوة والأخوات في هذه الدرب المنحدرة من الجلجلة إلى القبر المقدس، مترنمين بمزمور التوبة والندامة والاستغفار. نبقى في محلات، نبدأ بالدورة الأولى داخل الكنيسة، في وسط الكنيسة، ومن ثم الشمال، ومن ثم إلى جهة يمين المذبح، وبعدها إلى الشارع. الصليب أولا، الصليب. نبقى في محلاتنا. وحبيبي
Sempre la processione.